ولاد يا بنات تعالوا تملوا 10 كلمات، يا ولاد يا بنات تعالوا تملوا 10 كلمات. يلا بينا نتملى مع بعض كل يوم 10 كلمات. مين موافق على الفكرة دي؟ اللي موافق وحابب يشترك معانا يضغط لايك للفيديو ده، وكمان يعمل شير ويكتب اسمه في التعليقات تحت الفيديو ده، ضروري جدا ودي أمانة، انتوا بقى براحتكم. يلا بينا كل يوم ان شاء الله هنراجع على كل القواعد الإملائية الموجودة معانا في اللغة العربية، وهنتملى كلمات كتيرة قوي، يعني على مدار الفترة اللي جاية بإذن الله كل يوم هيكون 10 كلمات بس. هتجهزوا الكراسات بتاعتكم والقلم الرصاص والأستيكة وإيه، ونستعد إن احنا نتملى مع بعض. هقول الكلمة هتوقفوا الفيديو وتكتبوها، وبعد كده هتصححوا لنفسكم وهنشرح القواعد أو القاعدة الموجودة إيه في الكلمة بإذن الله. هنقول مع بعض كل يوم كل القواعد الموجودة معانا، لازم ترددوا معايا وتبدأوا ان انتوا ايه كل يوم هنقعد نتملى مع بعض وتصححوا الاخطاء زي ما احنا قلنا، وده طبعا هيخلي مستواكم يتحسن كتير جدا في الاملاء، لان هي عاملة مشكلة كتير لمعظم الاولاد. معظمنا بيعرف يقرأ ويعرف يكتب لو هينقل من الكتاب، انما لو هيتملى بيبقى عنده مشكلة. ان شاء الله نرجع عليهم مع بعض. اول حاجة لازم تقولوا معايا بقى كلكم، احنا عندنا في اللغة العربية اول حاجة 28 حرف، احسنتم، 28 حرف. عندنا 3 حروف بتطلع لسانها، ثاء ذال والظاء، الحروف دي الحروف اللثوية ناخد بالنا منها جدا، تمام كده. عندنا كمان مجموعة حروف لو جم في الكلمة الحرف مش هيمسك في ايديهم خالص، زي الالف والواو والدال والذال والراء والزاي. ممكن نقولهم بطريقة احسن، الف دال ذال راء زاي واو، 6 حروف اللي هما حروف القطع. طبعا عندنا في اللغة العربية 3 حركات قصيرة، قولوا معايا الحركات القصيرة فتحة وكسرة وضمة، الحركات القصيرة فتحة وكسرة وضمة، 3 حركات قصيرة. وعندنا 3 حركات طويلة بقى، لما اقولهم هتلاقوا الصوت بيطول قوي، اللي هما ايه، مد الف مد ياء مد واو، وكل مد فيهم بيحب حركة. مد الالف يحب الفتحة، يلا قولوا معايا مد الالف يحب الفتحة، مد الالف يحب الفتحة، مد الياء يحب الكسرة، مد الياء يحب الكسرة، مد الياء يحب الكسرة، مد الواو يحب الضمة، مد الواو يحب الضمة، مد الواو يحب ايه؟ الضمة. برافو عليكم. بعد كده في حاجة اسمها السكون، الدايرة الصغنونة الجميلة، السكون ده عامل زي المطب، كأن احنا راكبين عربية او سيارة، واول ما نيجي عند المطب لازم نهدي السرعة، هو ده السكون. لازم اول ما نشوف الدايرة المدورة الصغنونة دي نهدي شوية كأن هو مطب، خلاص نقف عليه شوية، هنشوف ازاي دلوقتي. عندنا كمان ايه، عندنا التنوين 3 انواع، التنوين 3 انواع، قولوا معايا فتحيتين تنوين بالفتح، فتحيتين تنوين بالفتح، ودول بيحتاجوا عصاية عشان هم ضعاف، وعندنا كسرتين تنوين بالكسر، وضمتين تنوين بالضم، يبقى 3 انواع للتنوين. لما اقول لك الكلمة دي فين الحرف المنون تقدر توضحه، طيب نوع التنوين تقول لي تنوين بالفتح او تنوين بالكسر او تنوين بالضم. عندنا بعد كده الشدة، الشدة الشدودة ليها 3 انواع، شدة بفتحة، شدة وكسرة، شدة وضمة، وكمان شدة مع التنوين، قولوا معي شدة وفتحة، شدة بكسرة، شدة وضمة، ممتازين. واخر حاجة شدة مع التنوين، شدة ايه؟ شدة مع التنوين، ايوه الشدة ممكن تيجي مع تنوين الفتح، اعمل شدة وعليها فتحتين، شدة مع تنوين الكسر تحتها كسرتين، شدة وعليها ضمتين، ويبقى تنوين شدة وتنوين الضم. شاطرين. فاضل ايه من القواعد عندي؟ لام شمسية ولام قمرية، اختين، اختين حلوين جدا، واحدة قوية جدا وبتقول ال وصوتها قوي جدا، وكانت متعصبة عمالة تقول ال ال، جابولها السكون يقف فوق راسها عشان يهديها شوية، تقول ال ال، يبقى دي اللام الايه؟ القمرية، لام قمرية لابسة طاقية طول الوقت فوق راسها طاقية اللي هي السكون، عاملة زي الطاقية. لام الشمسية مكسوفة وايه؟ ومستخبية كده، ما بتتكلمش خالص، صوتها ده ما بيطلعش خالص. لام شمسية مكسوفة ومش قوية، مش قوية خالص، فلازم الشدة تيجي تقف بعدها عشان تاخد بالها منها، عشان هي بتخاف ايه تمشي لوحدها. يبقى اللام الشمسية واللام القمرية.
طيب في ايه تاني؟ في حاجة اسمها كراسي الهمزة، قولوا معايا يا ولاد. كراسي الهمزة خمسة، كراسي الهمزة خمسة. ألف واو ياء نبرة وسطر كمان، ألف واو ياء نبرة وسطر كمان. لازم تحفظوهم، واحنا بنتملى في الكلمات هيقابلونا، ولما تبقوا حافظين الأغنية هتفتكروه. قولوا معايا كراسي الهمزة خمسة، حافظهم عمري ما هنسى. ألف واو ياء نبرة وسطر كمان، ألف واو ياء نبرة وإيه والسطر، سطر كمان آخر حاجة اللي هي السطر. عندنا كمان حاجة اسمها تاء مربوطة وتاء مفتوحة وعندنا هاء مربوطة، بيلخبطونا قوي في آخر الكلمة، هنعرف إزاي دلوقتي ما نتلخبطش فيه. يلا بينا بقى على الإملاء. احنا تقريبا قلنا كده معظم القواعد الإملائية الموجودة معانا، كل مرة كده إن شاء الله هنقولهم نفتكرهم، وتكونوا انتوا حفظتوا بقى الاغاني بتاعتهم وثبتت شويه في دماغكم. انا دلوقتي همليكوا كلمه وهنطقها، بس اهم حاجه ما تكتبوهاش على طول. انا هقول كلمه دلوقتي كتبه، كتبه، مين هيكتب دلوقتي كلمه كتبه؟ لا انت كده غلطان، نسيت حاجه مهمه جدا، لازم تقول الكلمه 3 مرات. ليه بقى؟ عشان انت ما سمعتهاش كويس، فهتبدا ان انت تكتبها غلط. لازم تقول ايه؟ كتبه كتبه كتبه، بعد كده هتبدأ تكتب هتلاقيها سهلة جدا. طب هل أنا طولت في الصوت ولا خطفتها؟ كتبة كتبة، لا خطفتها، تبقى حركات قصيرة. تبقى ايه؟ احنا لسه قايلين الحركات القصيرة 3، فتحة وكسرة وضمة. انا قلت كتبة، يلا بقى كده بسرعة قولوها 3 مرات، كتبة كتبة كتبة. اتفضلوا اكتبوا كاف. انتوا دلوقتي كتبتوها، شوفوا بقى كتبتوها صح ولا لا. كاف وحط الفتحة، كل حرف بالحركة بتاعته، ما اكتبش الكلمة كلها وبعدين ابدأ اشكل فابدأ اتلخبط، لا نكتب بالتشكيل شوية بشوية، هنعرف كل الكلمات وتتسجل في دماغنا وهنعرف نكتب من غير تشكيل، فما نهتمش بفكرة التشكيل دلوقتي او ما نقلقش منها. ك هو ده تا حطيت اهو، يبقى كتا، فاضل الباء كتبا. احسنتم كده، عندي كلمة كتبة، اللي كتبها صح بسرعة يدي نفسه علامة صح، كتبة، ممتاز. طيب عايز اكتب كلمة ايه؟ ها قولوا ورايا يلا 3 مرات. شوربة 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 شوربة. هل انا طولت في الصوت ولا صوت قصير؟ صوت قصير. شوربة، اخطفوها كده بسرعة يلا. شوربة شوربة شوربة، يلا اكتبوها بسرعة. شو شو ده الشين وعليها الضمة، شو قصيرة، الحركات القصيرة فتحة كسر ضمة قصيرين. شو ري، ده ري، شوري شوري. ب بصوا ب، ما قلتش ب، انا ما قلتهاش، ما حدش حطها من دماغ. نسمع الكلمة من المعلمة وبعد كده نقولها كم مرة. ممتازين، 3 مرات. شوربة شوربة شوربة، انا خطفتها، انا مش سامعة اي صوت طويل خالص. طيب انا عايزة اكتب دلوقتي كلمة كاتبو. احنا معظمنا طبعا اخدنا كل القواعد، انا بتكلم عن الناس اللي اخدت كل القواعد وعندهم برضو لسه مشكلة، ففي الحالة دي هتتابع معايا، انما اللي لسه لاول مرة بياخدوا مثلا الحركات او كده لا، دول هنمشي معاهم واحدة واحدة. يلا قولوا معايا، انا قلت كلمة ايه؟ كاتبو، سمعتوا صوت طويل شوية ك، ده كده اسمه مقطع المد. قبل ما نكتب اي كلمة يا ولد هنقولها 3 مرات، لو سمعنا صوت المد لازم نبين نوع المد والحرف الممدود، الحاجتين دول قبل ما نكتب الكلمة. يعني انا قلت كاتبو، مين الشاطر يقول لي نوع المد هنا؟ ممتاز، مد بالالف. طب فين الحرف الممدود اللي بيبقى قبله على طول اللي عليه فتحة؟ احنا قلنا مد الالف يحب الفتحة، مد الالف يحب الفتحة، فقلنا كا، يبقى الكاف عليها فتحة وبعدها لازق فيها على طول او ماسك ايديها مد الالف. يلا نكتبها، يبقى نقولها 3 مرات يلا. كاتبو كاتبو كاتبو، انا سمعتها كويس. كا هروح اعمل على طول المد كويس اهو، مقطع واحد كتب مع بعضه كا، وبعد كده تي، بصوا خطفتها تي، ما قلتش تي، لا تي حركة قصيرة، لازم تقولوا دي حركة قصيرة. بو
برضو حركه قصيره. بو ضمه كاتبو، يبقى المد الوحيد اللي بنطول فيه شويه. طب يلا هنكتب هنا كلمه ايه؟ قول ورايا. يقولو، يقو. الصوت الطويل ده نوع المد هنا ايه؟ احسنتم، مد بالواو. ومد الواو يحب مين فاكر؟ الضمه. مد الواو يحب الضمه، عشان كده قلنا يقولو. يلا نكتبها. يا، شفتوا اليا سريعه ازاي؟ عشان حركه قصيره. يا، ما قلتش يا، لا ما طولتش. يا، قولوا الكلمه 3 مرات. يقولو، يقولو، يقولو. ولو احنا برضو هنا في معلمات معانا، دربوا الولاد بنفس الطريقه دي. يا كو، ده مقطع المد، يبقى ده كده كله على بعضه اسمه مقطع المد. كو، يقولو. اللام بقى اللي في الاخر عليها ضم، يقولو. يلا اللي كتبها صح يدي نفسه صح. ممتازين جدا. طيب يلا اكتبوا لي كلمه ايه؟ بصيرو. ها، اللي هيكتبها بسرعه يبقى غلط، اللي كتبها بسرعه غلط حتى لو كتبها صح. لازم تقولها 3 مرات. بصيرو، بصيرو، بصيرو. سمعنا صوت مد؟ برافو، في صوت طويل هنا. بصي، المقطع ده طويل، ما قلتش بصيرو، لا بصي. انا طولت في الياء، في مد هنا صوت مد ياء. يبقى نوع المد مد بالياء، الحرف الممدود اللي هو اللي قبل الياء على طول. احنا قلنا مد الياء يحب الكسرة، مد الياء يحب الكسرة، عشان كده قلنا بصي. الصاد هنا كسرناها اهو، يبقى الصاد هي الحرف الممدود. يبقى فين نوع المد؟ نقول المد بالياء، الحرف الممدود الصاد. يلا نكتبها، قولوها 3 مرات واكتبوها. ب، حركة قصيرة، ب صي، سنة الصاد اهي وسنة الياء اهي. بصي رو، الراء طبعا هتمسك فيها. بصي رو. طب في حاجة مهمة قوي هنا انا واخدة بالي منها، التلات مدود اللي هي الحركات الطويلة اللي هي مد الألف ومد الياء ومد الواو، مش بنحط عليهم أي حركات خالص أو أي تشكيل، تمام؟ زي ما هما كده. ثواني اجيب القلم اهو. الالف بصوا واقفه ازاي، اصلع مش عليه اي حركات. الواو برضو اهو اصلع. الياء مش عليه اي حركات. يبقى المدود عمرها ما بيجي عليها اي تشكيل خالص. طب يلا يا حلوين اكتبوا لي بقى كلمه ايه؟ يشربوا. ايه ده، انا في مطب قابلني هنا، انا وقفت شويه، انا ما قلتش ياشا ولا ياشو، لا انا قلت يش وقفت كده. يش، يشربوا. ها، في ايه هنا؟ ممتازين، السكون الجميل المدور اللي هو عامل زي المطب بتاع السياره، اول ما السياره تيجي عليه تقف شويه. يلا نكتبه يش. طبعا السكون ضعيف، لازم الحركات اللي قبله تمسك ايده، يعني لما اجي اقطع الكلمه كده او يش مقطع واحد، السكون اهو المدور. يش، ما يعرفش يمشي لوحده ابدا، عمره ما يجي في اول الكلمه، لازم يجي في وسط الكلمه او في اخر الكلمه. يشربوا. اه، حد يكون كتب من غير ما يقول الكلمه 3 مرات. يشربوا، يشربوا، يشربوا. وقفت على الشين، تمام. طيب يلا نقول كلمه كمان بقى فيها برضو حاجه جميله، وانتوا اللي تقولوا ايه الحاجه الجميله. هنكتب كلمه آسفوا، آسفوا، آسفوا. ها، مين يعرف يكتبها؟ هنقولها الأول 3 مرات. آسفوا، آسفوا، آسفوا. إيه اللي أنا بشده ده؟ الصوت الطويل، المد. طب هو المد بيجي في أول الكلمة؟ مد الألف بس، أوكي؟ اسمها المادة، نسميها المادة. المفروض انا بقول طولت كده، مينفعش اعمل كده. غلط، اللغة العربية ما بتحبش حرفين متشابهين ابدا او متماثلين يعني زي بعض يجوا ورا بعض، فبنقوم ضربينها في الخلاط بسرعة ونحولها لحاجة اسمها المادة، حاجة اسمها المادة. يبقى ما اقول اسفوا، اكتب المادة في اول الكلمة اهي.
القصيرة اخطفها بسرعة. سفو. انا طولت فين؟ في مد الالف اللي هو المادة اللي بتيجي في اول الكلمة. اسفو. ممتازين جدا. طب يلا نكتب كلمة ايه؟ قولوا معايا. يد خل. يد خل. انا وقفت هنا مطبين، قلت يد وقلت خل، وقفت على ايه؟ يد خل، وقفت على الدال وعلى اللام. نقولها ثلاث مرات يلا يا ولاد. يد خل، يد خل، يد خل. يلا نيجي نكتب كده، واول ما تلاقي نفسك وقفت مطب حط عليه سكون. يد خل. خو خو. بصوا الضمه. خو خل وسكون كمان. عندنا كده مطبين وقفنا عليه. يد خل. ممتازين. طب يلا قولوا معايا كلمة. قول. ضحكة. هتلات مرات يلا. ضحكة ضحكة ضحكة. سمعتوا حاجة هنا؟ سمعتوا مطب؟ لا انا قلت ضحكة. طب سمعتوا صوت طويل؟ لا انا قلتها بسرعة تبقى حركات قصيرة. ضحكة 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 ضحكة. ثلاث مرات الاول، اوعوا تكتبوا غير لما تقولوا ثلاث مرات يلا. ض ح ك. دي كاف صغيره ماشي، دي كده مش همزه. اللي جوه الكاف دي يا اولاد كاف صغنونه كده، بيبي كده، زي الكاف اللي بتيجي في اول الكلمه بس صغنونه خالص. اوكي ضحك. اللي كتبها صح يحط نفسه صح. واخر كلمه معانا يا حلوين، هنكتب كلمه ايه؟ قولوا ورايا. قال. قال. في هنا مد، سمعتوا صوت طويل؟ برافو عليكم، سمعنا صوت طويل. ايه هو صوت الايه او نوع المد ايه؟ لازم نقول نوع المد والحرف الممدود، دول حاجتين مهمين جدا. قال. قولوها ثلاث مرات الاول يلا. قال. قال. قا. بصوا المد ماسك في ايه؟ في القاف، عشان محدش يحطه بعد اللام ويلخبط. لا لو نطقناها ثلاث مرات هنعرف المد ماسك في ايد ايه بالظبط. قا. المد الالف ماسك في ايد القاف، يبقى القاف هي الحرف الممدود، وقلنا مد الالف يحب الفتحه عشان كده نحط على القاف فتحه. قا. لا. وده كده اسمه مقطع المد اهو. قا. لا. بصوا بقى، لا انا خطفتها ما قلتش لا ما طولتش، لا يبقى حركه قصيره. احنا عرفنا الحركات القصيره، فتحه كسره ضمه، اخطفهم اخطفهم بسرعه. قا. لا. خلاص اللي كتبها هيدي نفسه صح، وكمان ندي نفسنا 10 من 10 في الاملاء، وندي نفسنا نجمه كبيره قوي. اوكي هنا اهو عشان لو مش واضحه، ندي نفسنا كده 10 من 10، وكمان ستار بتضحك جميله كده، واحنا ايه نقيم نفسنا، احنا الشاطرين وكتبنا، يبقى ندي نفسنا الدرجه النهائيه. وكمان هناخد حلقات تانية بقى للتقطيع الصوتي وللدمج، دي حاجات مهمة جدا للأطفال بقى اللي هم ضعاف برضو في القراءة، برضو هتنفعنا كتير جدا وهتنفعنا في الإملاء، وتدريبات مهمة قوي. بعتذر لو كنت طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا لايك واشتراك، وكمان اعملوا شير بقى، اعملوا مشاركة للفيديو ده عشان تساعدوا ناس تانية كتير. لو عندكم أي جروبات ابعتوا عليها إن شاء الله، ربنا يجازيكم خير طبعا ولكم ثواب نشر العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.